انا علي عبد الرحمن بي ار ممبر في عشانك يا بلدي. احنا مين؟ احنا نشاط طلابي تطوعي، هدفنا تنميه العشوائيات في المجتمع. احنا موجودين في 12 جامعه في مصر، كل جامعه مسؤوله ان هي بتنمي منطقه معينه. احنا هنا في جامعه عين شمس بننمي عزبه ابو قرن اللي في حي مصر القديمه. احنا الاسبوع دوت نزلنا بايفنت ريسايكلينج وكسوه. الريسايكلينج احنا بنجمع الورق وبنفرزه وبنبيعه لشركات اعاده تدوير، الفلوس يعني اللي بتاخدها من البيع بترجع في حساب عشانك يا بلدي اللي بنمول بيها لنا في العزبه. طب والكسوه؟ احنا الكسوه برضو نفس الكلام، بناخد الهدوم بنفرزها بنكويها وبنكيسها بنحطها في حساب عشانك يا بلدي. بنعمل بيها معرض لاهل العزبه، بنبيع فيها الهدوم دي بسعر رمزي جدا. الفلوس بتتاخد تتحط في حساب عشانك يا بلدي، برضه بنمول بيها لنا في العزبه. ليه بناخد الهدوم فلوس مثلا من الناس وكده؟ ده حاجه يعني بناخدها منهم بس عشان من باب عزه النفس، ان هم ما يحتاجوش يعني ما يحسوش ان احنا بنتصدق عليهم او بنطف عليهم يعني. حابين بس ان كنا حابين ان الناس بقى تشاركنا في الموضوع، واللي عنده اي حاجه هدوم ورق بتاع احنا موجودين ان شاء الله لحد يوم الخميس في جامعه عين شمس في هندسه. بنجمع مساهمين الناس مشاركتهم يعني.